الحقيقة هنتكلم في هذه الفقرة، يمكن مش هننفصل عن يعني منتدى شباب العالم، ازاي نقدر نكتشف قدراتنا ونحقق احلامنا. النقطة دي كانت فعلا مفقودة كما ذكرنا سلفا الفقرة اللي فاتت، نظرا لحالة الاحباط اللي كنا بنعيشها، انتوا فعلا ما تقدروش، انتوا مش قد الموضوع، انتوا كذا انتوا كذا، كان كلام مش لطيف دايما بيتقال لنا. طيب ايه الحاجات اللي احنا نقدر نستفيدها من منتدى شباب العالم على كل المستويات؟ بقى هنتكلم على المستوى، طبعا مستوى تبادل الثقافات، مستوى الاقتصادي، شكلنا على الخريطة السياسية، يعني نقاط عديدة جدا هناقشها حالا مع ضيوفنا الأعزاء اللي منوريننا في الاستوديو طبعا، وبرحب بيهم الأستاذ وائل مقلد، المحامي بالنقد والدستورية العليا والكاتب والخبير التنموي. أهلا بيك يا أستاذ وائل. أهلا وسهلا بحضرتك وسادة المشاهدين. برحب أيضا بسيد المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. طيب أستاذ وائل، سيادتك كنت يعني أحد الحاضرين في منتدى شباب العالم، وأنا عايز أعرف كده في البداية بصفتك كاتب وخبير تنموي الاول، يعني ايه اكتر حاجه لفتت نظرك في المنتدى؟ والله المنتدى كان فيه فعاليات كتير جدا وحاجات كتير تثير الانتباه. يمكن لو ركزنا على اكتر من نقطه، النقط لو اتكلمنا بالنسبه للمصريين، عندنا طاقات ابداعيه واعمال مميزه جدا جدا جدا. يعني قابلت شباب كتير مصري له قدرات خاصه، له بصمه حقيقيه في المجتمع المصري، ناس عاوزه تطلع قدرات من جواها وتفردها على ارض الواقع. انا قابلت البنت اللي هي ايقونه جمال مصر من ذوي القدرات الخاصه، 17 سنه، اللي خدت وزير التربيه والتعليم عشان يغير كلمه، لا مش يغير كمان، ده يحذف كلمه البله من كتاب الاحياء في سنه ثالثه ثانوي، واستجاب بكلمه الانسانيه لهذا الطلب. بالظبط، تحيه طبعا للدكتور طارق شوقي. طبعا ما شاء الله، يعني نستجيب لحاجه زي كده. وكمان عندنا نماذج كتير قوي، زي مثلا سميه زيدان اللي هي اول مدرب غطس تجاري تحت الميه، اللي تنزل تحت الميه تعمل لحامات في السفن. فعندنا ناس بتفكر خارج الاطار التقليدي، ناس بتخرج بافكارها وباحلامها خارج النمطيه عشان تقول انا موجوده، ويكون لها السبق ولها الرياده. كتير احنا محتاجين نعمل كده لشبابنا. احنا زي ما حضرتك كنت بتتفضلي بتقولي ان في احباطات في المجتمع وفي ظروف مش عارف ايه، بس ابتدت العجله تتحرك، واللي عاوز يتحرك هو اللي يتحرك، محدش هيشيل رجل حد يحطها لقدام. صحيح، انا الاراده، انا اللي بارادتي هبتدي افكر، لان انا اللي اعيش حياتي، ولازم نخرج بره النطاق النمطي في التفكير، وكل واحد يرسم لحياته خط سير محدد طبقا لاحلامه، ويطور من قدراته عشان يحقق الحلم دوت. لو قلنا على النطاق الافريقي، انا شفت نماذج هايله جدا من دول افريقيه. افريقيا اللي احنا انطباعاتنا عنها كانت خاطئه لفترات طويله، الناس اتحركت، ناس بتتعلم بره، ناس بتطور من قدراتها، ناس عندها رياده في التكنولوجيا. طبعا. عندها بصمه حلوه قوي، المجتمعات بينتموا لدولهم قوي وعاوزين يعملوا حاجه، في صحوه افريقيه موجوده كويس. حاليا تمام. سيادة المستشار، برضو سيادتك يعني نتكلم برضو بصفة سيادتك أمين عام حزب مستقبل وطن، وفي هذا السياق كيف تقرأ مثل هذه الأحداث اللي بتهتم دايما بالشباب؟ هو منتدى شباب العالم، يعني بس عاوزين نقول في البداية كده إنه إحنا إذا قلنا حققنا منه مكاسب، حققنا منه مكاسب كبيرة جدا 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 على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. وزي ما حضرتك سالت من شويه بتقولي ايه اللي خرجنا منه من المنتدى، انا زي ما قال الصديق العزيز وائل، احنا مش هنتكلم على نماذج يمكن كلنا شفناها في المنتدى، وكل الجمهور يمكن كان متابع جيد للمنتدى ونقاشاته وشاف النماذج المتميزه فيه، ولكن عاوزين نقول حاجه ودي اللي لفتت انتباهي وبحب اكد عليها، ان احنا اذا اردنا بنعمل، إذا أردنا إن احنا نعمل حاجة كويسة بنعملها. الشباب قادر، الشباب قادر. الشباب هو العمود الفقري للمجتمع المصري، أو الشعب المصري هو العمود الفقري للمجتمع المصري. برضه قبل ده، والحتة هي دي المهمة في المسألة، إن أنا لازم قبل ما أمكن الشباب لازم أدربه وأهله. وده اللي بيحصل فعلا. ده اللي مهم بقى في المسألة، عشان ما نظلمش التجربة، لأن برضه احنا مشكلتنا بعد 25 يناير ظلمنا التجربه، دفعنا بالشباب، شباب غير قادر، غير مؤهل، غير مدرب، فبالتالي فشلت التجربه، فبالتالي حكمنا على التجربه بالفشل. هي للاسف الشديد هي التجربه مش فشل، هم اتحطوا في ظرف مش مظبوط، هم اللي اتحطوا في ظرف ومش مدربين، ولكن اما مكننا، ما تعرفي ان كل المنتدى ده كان قائم على 100 شاب، 100 شاب وفتاه
انا بوجه لهم من هنا التحيه، فعلا تحيه على قدرتهم العاليه جدا والفائقه جدا والمتميزه في اداره المنتدى وفي تنظيم المنتدى. يعني اصل هو ميزه المنتدى ده ان القائم على تنظيمه هم الشباب، والمدعو ليه هم الشباب، وفي الاخر توصياته برضه هم للشباب. 100 شاب وفتاه تم تدريبهم وتاهيلهم في الاكاديميه الوطنيه للتدريب الشباب في المشروع الرئاسي، فبالتالي خرجنا بالنماذج دي، خرجنا بالنجاحات اللي اتحققت من المنتدى. المنتدى الكل اشاد بتنظيمه، الكل اشاد بفعالياته، الكل اشاد بنتائجه. فبالتالي اولى الاستفاده من المنتدى ان بالعمل الجماعي وبتقديم الشباب بعد تاهيلهم وتدريبهم هنحقق نجاحات، وهنحقق نجاحات كبيره جدا جدا، ويا ريت نخرج بقى من التجربه نحققها في الواقع المصري، نحقق بالتجربه دي الاستفاده اللي احنا خرجنا منها من المنتدى من تنظيمه وادارته وكلام من ده، نخرج منها نحقق المجتمع المصري ان احنا ندفع الشباب، بس ندفعهم بعد تاهيلهم وتدريبهم. برضو كان معلش بعد اذن حضرتك اكدنا على الهويه الافريقيه لمصر، ودي كانت شيء برضو مهمه جدا جدا وكان حصل فيها خلال الفتره اللي فاتت بعد الفطور. احنا ومن هنا برضو انا لازما بشيد بالمتميزة دينا عبد الكريم ان هي لقطت الخيط من احدى المتفاعلين في المنتدى، وعلى اعتبار ان احنا نعتبر مصر هي عاصمة شباب افريقيا، وبالفعل قررت هذه العبارة. صحيح. حتى ان السيد الرئيس اخذ توصيته ان يبقى دي من ضمن توصيات المنتدى. واسوان كمان تحديدا طبعا، تحية لدينا طبعا، دي قصة تانية. انا كان يهمني برضو ان احنا بنأكد على هويتنا الافريقية في هذا المنتدى وهويتنا العربية، وكان ده التركيز، وكان انا برضو ملفت ليها في المنتدى وفي حضوري وفي الفعاليات ان شباب افريقيا، شباب افريقيا اللي احنا متخيلين عنه او عندنا صورة ذهنية ليه على غير الواقع، لا بالعكس، زي ما في ناس متخيلة عننا صورة ذهنية ان احنا مازلنا ان احنا بنركب الجمال، لا بالعكس، شباب افريقيا كانوا من الشباب المتميزين جدا، وكان تمثيلهم تمثيل مشرف وتمثيل فعال في المنتدى. تقابلت مع شباب، ويمكن على فكره كان من ضمن الاستثناءات اللي حصلت وقد قلائل حصلت ان الجلسه الحواريه الوحيده اللي ادارها غير مصري اللي هي جلسه افريقيا في 2023 كان واحد من جنوب افريقيا، جون ده الوحيده اللي استثني ان هو اللي ادار هذه الجلسه النقاشيه، فكانت دي تاكيد على هويتنا الافريقيه وهويتنا العربيه. طبعا في دروس كتير بس دي ابرز ما يعني ممكن نقوله النهارده عن منتدى شباب العام، من الدروس اللي احنا نستفيد بيها العمل الجماعي وتمكين الشباب بعد تدريبهم وتاهيلهم، هيدينا ان شاء الله تعالى مخرج درجه اولى. طيب ايضا استاذ وائل، في عندنا من النقاط برضو اللي مميزه الجدوى الاقتصاديه والسياسيه. الجدوى الاقتصاديه والسياسيه من وجهه نظر حضرتك كيفية استفادة مصر سياسيا واقتصاديا من مثل هذه المنتديات؟ أنا استفدت إيه؟ والمفروض إن أنا أشتغل على إيه بقى على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي الفترة اللي جاية؟ تمام، أنا هاخد الخط من عصام بيه إفريقيا. إحنا طبعا العلاقات المصرية الإفريقية في بعد تام من في التسعينات. إنما عودة مصر لأحضان إفريقيا في الفترة الأخيرة خصوصا بعد المنتديات اللي بتتعمل والتحرك السياسي اللي يسبقه من سياده الرئيس، احنا فعلا عوده مصر كان بشكل كبير جدا، وده اول خط سياسي. يعني احنا البعد الاستراتيجي لمصر هي افريقيا، سواء البعد الخاص بالاقتصاد او البعد السياسي او المياه النيل او الثروات. لما تركنا فراغ الفترات اللي فاتت فحل هذا الفراغ دول اخرى. تمام. على مدى 20 سنه بيشتغل دول اخرى في افريقيا. احنا عشان نرجع لافريقيا فالموضوع مش هين. احنا الحمد لله طبعا بعد فتره تجميد كبيره احنا رجعنا دلوقتي للاتحاد الافريقي وبقوه، وعندنا رئاسه الفتره الجايه للاتحاد الافريقي السنه الجايه ان شاء الله. عندنا طبعا اللي انا شايفه جميل قوي على الشغل السياسي بقى في المنتدى كان فيوتشر سوسايتيز، بمعنى مستقبل المجتمعات. كل النماذج الافريقيه اللي كانت موجوده دي ناس هيبقى لها كيانات في مجتمعاتها بشكل كبير جدا، على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الثقافي، على مستوى رياده الاعمال والبزنس. الناس دي هيبقى لها اوضاع. هنا بقى اكتشاف القدرات. أيوة. فأنا أنا ببص ايوه بالظبط كده. فانا ببص على قدام قوي، عندي رؤيه استراتيجيه للبعد السياسي المصري في افريقيا، ان انا دي اهلنا ودي الامتداد الطبيعي بتاعنا والهويه بتاعتنا. فده مكسب سياسي كبير جدا، كمان تحسين الصوره
والوضعيه المصريه والانطباعات اللي كانت ماخوذه على في كافه بلدان العالم في الفتره الاخيره كانت بصوره مشوهه او مش واصله حقيقيه. او خلينا نقول ايه يعني، خلينا نقول هي توضيح الصوره، الصوره فعلا بالزبط. ما كانتش واضحه. فده مكسب سياسي جدا. انا ما عنديش صوره وحشه وعايزه احسنها، لا انا عندي صوره انطباعات سيئه واصله بطريقه خاطئه، لان ما كانش عندي انا دلوقتي لو ما انا ما عبرتش صح هيوصل المعلومه بطريقه اخرى، بطريقه غلط، واي حد بقى هيدخل في النص ستحجب المعلومه. تمام. فده كان بعد سياسي كبير جدا. انا اشتغل على الدول العالم كلها، وقابلنا ناس من كل دول العالم، من هولندا ومن بلجيكا ومن فرنسا. وفي ناس كانت بتسال اسئله عندها انطباعات فعلا غريبه، سواء بقى بالنسبه للدين في مصر او بالنسبه للواقع السياسي او بالنسبه للاستثمار. فكان فعلا يعني كنت بسمع كان عبء كبير على الناس اللي موجوده، عشان كده كانت يعني هي الجلسه النقاشيه او جلسه الاسئله بين اللي كانت بين السيد الرئيس وبين الاعلام وخاصه الاعلام الاجنبي. كانت انا يمكن من اقوى الجلسات الصحفيه او من اقوى الجلسات الاعلاميه اللي شفتها في الفتره الاخيره، وكانت الاسئله فيها مفتوحه بطريقه كبيره جدا، والسيد الرئيس اجاب على كتير من اثاره الاعلام وخاصه الاعلام الاجنبي. لان اثار قضايا شائكه، وكان بالعكس كانت ردود السيد الرئيس كانت حاسمه جدا. صحيح. جدا. وعندنا كانت امثله جدا، قضيه السعوديه وقضيه كذا قضيه كانت مطروحه واتطرحت ورد عليهم السيد الرئيس بطريقه حاسمه جدا. تمام. طب البعد الاقتصادي بقى احنا برضو ما استعرضناهوش. انا طبعا كان في تمثيل كبير جدا من كل البلدان وممثلين تجاريين موجودين في المنتدى والسفراء، وانا شاهدت حوارات كتير على مستوى وزاري بين وزراء في مصر وبين وزراء من دول يعني نظرائهم في دول تانية. تمام. في التفاوض على عقد بروتوكولات تعاون وما شابه ذلك. كمان المجال التكنولوجي اللي بقى خلاص منتشر في العالم كله، وزارة الاتصالات المفروض يكون لها دور كبير جدا في ان احنا يعني نقتحم بقى سوق البزنس في التكنولوجيا في افريقيا، اللي بقت عندها اهتمام كبير جدا في الموضوع دوت. المشروعات اللي ممكن تبقى مشتركه والاستثمارات المصريه اللي هتوجد في القاره الافريقيه، يعني احنا عندنا دوله زي رواندا دلوقتي فيها استثمارات هايله، دوله نهيضه جدا وعندها بزنس، فاحنا دلوقتي الحمد لله ابتدينا نقتحم السوق الافريقي. واحنا كنا ما نعرفش حاجه على فكره عن اقتصاد البلاد دي، كنا بالزبط. مش فاكرين يعني، احنا كنا فاكرين اقتصاد المانيا امريكا، يعني الحاجات اللي هي الكليشيهات كده زي ما بيقول، ما اعرفش. في صحوه افريقيه دلوقتي في دول كتير جدا. كمان الناس اللي كانت جايه يعني لها بارتيشنز وبتتكلم عن السياحه في دولها وبتتكلم، الواحد كان بيرصد حتى اسلوب العرض والحب والانتماء والترويج باهتمام لدولته. سؤال حضرتك حاجه اللي حضرتك بتقوله ده، قد ايه احنا عرفنا حاجات ما كناش عارفينها؟ دي ليها علاقه بالتسويق والاعلام والفن طبعا. والافلام والمسلسلات اللي دايما بتطلع الدول دي ان هي يعني عايشين في الصحراء، عايشين في الغابه، عايشين في وسط الحيوان، يعني حاجات برضو احنا اخذنا انطباعاتنا. شوفوا على فكره دي النقطه اللي انا عايزه اقولها لكم، اهميه القوى الناعمه. أهمية الفن، احنا كل معلوماتنا وكل معلوماتهم كمان مستمدة من الأفلام. احنا عندنا فترة طويلة جدا في كمصر ان احنا مقتحمين العالم العربي والعالم الإسلامي وإفريقيا بأم كلثوم وعبد الحليم حافظ والمسلسلات القديمه. والله يمكن بنت في المسرحيه اللي اتعرضت في المنتدى، وكانت مسرحيه بجد اكثر من متميزه، وبينت قد ايه فعلا دور القوى الناعمه في المجتمعات. مسرحيه الرساله وكانت حاجه كانت اكثر من 14 دوله مشاركين في المسرحيه، وكانت حاجه يعني بينت لان فعلا دور القوى الناعمه مهم جدا في المجتمع. تمام. طيب سياده المستشاره، انا عايزه برضه اسال حضرتك سؤال، يعني حضرتك كأمين لتنظيم حزب مستقبل الوطن، يعني دور الأحزاب إيه بتقديم الشباب وتأهيلها للحياة السياسية، ويعني تشبيك الشباب مع القادة وتأهيلهم إن هم يكونوا قادة المستقبل، خاصة فيما يخص بقى إن أنا عايزة أستغل هذه الأفكار المشرقة في حاجات بقى مهمة زي المحليات مثلا، زي يعني حاجات لها احتكاك مباشر بالمواطنين، أنتوا بتعملوا إيه؟ هو الأحزاب هي الوسيلة الوحيدة، يعني أنا عاوز بس أقول عشان المسألة، لأن كان حصل لغط كده خلال الفترات الماضية، وطبعا كلنا بنقول إن الحياة الحزبية كانت في مصر انتبه بعد 25 يناير وما قبلها، يعني كان حالة كبيرة جدا من الضعف. احنا عندنا أكثر من 106 حزب، ولكن اللي موجود على الأرض ما كانش فيه، وعشان كده ظهرت إيه بقى قصة حملات وائتلافات وما شابه ذلك. وعمر ما في حياه سياسيه صحيه بتتم الا بالاحزاب، هي الاحزاب هي العمود الفقري لاي حياه سياسيه،
واي ديمقراطيات حديثه في العالم او راسخه القوام الاساسي بتاعها الاحزاب. وعلى ذلك احنا كحزب المستقبل الوطني وخاصه في الفتره اللي فاتت بدا في شكله الجديد بقى يزداد قوه وبدا يزداد انتشارا، وده ترتب علينا ان المسؤوليات كبرت. وبالتالي انا عاوز اقول لحضرتك احنا بالنسبه لنا كحزب القوام الاساسي بتاعه شباب، او هو التكوين الاساسي من البدايه بتاعه اساس شباب، لان احنا برضو مش في معرض دلوقتي ان انا هقول ان 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 60% من الشعب المصري المكون بتاعه شباب. وان الشباب هو العمود الاساسي في اي حاجه، وهو القوه يعني هو قوه الدافعه لاي حاجه. ولكن برضو هقرر نفسي اللي انا بدات بيه حديثي، قبل ما بدفع بالشباب لازم ان انا ادربه واهله، عشان كده كان محور اساسي بالنسبه لنا في حزب المستقبل الوطن. انا عندي قوام اساسي كان شباب، ويمكن حتى هو في تكوينه البدائي الاولاني لحزب المستقبل الوطن كان الاساس قائم على الشباب. دخلنا بمجموعه من القيادات اصحاب الخبرات عشان اعمل مزج ما بين الخبرات وبين الشباب، عشان دي نقطه برضو لان دي مهمه جدا. يعني انا مش عاوز اجيب الشباب اعمل مجموعات مش قصه مجموعات كمان، انا اجيب الشباب وادفع بيهم وافشلهم واحكم على التجربه بالفشل. تمام. يعني انا لازم ادربهم واهلهم واديهم الخبره من اصحاب الخبرات وبعد كده امكنهم. يعني هي تجربه منتدى شباب العالم ايه من ضمن اسباب نجاحها ومن الاسباب القويه لنجاحها ايه؟ ان انا جبت مجموعه من الشباب. يعني انا عجبني نموذج جدا كان قوي جدا جدا اللي هو بتاع اي عادل ده 24 سنه يمكن اي عطيه كان نموذج طلعت تكلمت عن روح العمل الجماعي وان النجاحات يعني ان حتى حديثها في حديثها كده اما القت حديثها اللي بتقول لي ايه؟ كل واحد يدور في نجاحه ان في دايرته في جزء كبير من نجاح واحد قال لك كلمه كويسه كلمه تشجيع واحد وجهك توجيه ده العمل الجماعي هو ده بالظبط. يعني انا بكلم على ان 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 الشباب بس انا قبل الشباب لازم يبقى فيه تدريب وتاهيل. واحنا عشان كده حتى حزب المستقبل الوطن كان الخط الاساسي بالنسبه لنا قبل انا ما ادفع بالشباب ان انا ادربهم واهلهم. زي ما حضرتك بتقولي احنا مقدمين، ووفقا للدستور لابد ان يكون ربع المجالس الشعبيه المحليه القادمه تكون من الشباب. طيب ماشي. تمام. انا هدفع بهؤلاء هدفعهم كده بدون سابق لانهم شباب، بمعنى ان هيبقى عندهمش سابق خبره مش هيبقى مؤهلين للقيام بدورهم. طب لا عملت بدانا نعمل دورات تدريبيه لايه بقى؟ لتاهيلهم انهم يديروا حملتهم الانتخابيه اللي قادمه دي كمحليات، واعمل لهم دورات تدريبيه انهم يمارسوا عملهم اللي جاي. يعني انا القصه مش انا ادفع بيهم في انتخابات وانجحهم في انتخابات وخلاص، لا ده انا هدربهم انهم ازاي يديروا هذه الانتخابات وانهم يحققوا نجاحات في هذه الانتخابات، وادربهم على ان ازاي يمارسوا عملهم كاعضاء في المجالس الشعبيه المحليه. تمام. انا عندي استفسار للاستاذ وائل بهذا الخصوص، بس هاخد تليفون العمده عبد اللطيف من المنوفيه. الو يا عمده. صباح الخير يا فندم. تحيه لحضرتك ولضيوف حضرتك الكرام. اهلا يا عمده، اهلا بيك، اتفضل. عايز انوه بس ان انا يمكن كمان والد ضياء الدين امين شباب حزب مستقبل وطن في محافظه المنوفيه. يا اهلا. انا يمكن انا بقول كده ليه؟ لان احنا شئنا ام ابينا الشباب هم قاده المستقبل. فان اعدناهم خير اعداد هيبقوا قاده قادرين على تحمل المسؤوليه، وان تركناهم هيبقى في مشكله. واحنا انا يمكن شايف حزب مستقبل وطن حزب شاب ولد قويا فعلا، اعداد الشباب على اعلى مستوى. كان يمكن الحزب مشارك في منتدى شباب العالم بصوره واضحه جدا بشباب فعلا. المهم ان الشاب يكون بيحب وطنه، ودول شباب مصر يمكن كتير جدا عايزين يخدموا بلدهم، وعايزين عندهم هوايه ان يكون موجود في خدمه بلده فعلا مش كلام. يعني احنا شفنا الكلام ده موجود في منتدى شباب العالم، ازاي الشباب تحملوا مسؤوليه الاعداد. يعني كل اللي اعدوا المنتدى واستقبال الضيوف وكل الكلام ده كان شباب ما تعدوش سن 30 35 سنه. وده كان واضح حتى في شكل المنتدى ان المنتدى شاب فعلا. فاحنا كأسرة مصرية علينا دفع الشباب أولادنا، لأن كان في فترة سابقة مش بعيدة أوي 10 15 سنة كان الشباب يمكن يكاد يكون منحى، وإن القيادات اللي كانت موجودة كانت خايفة إن الشباب يمسك مكانها. وده واضح فعلا في الفترة دي، وكان بعض الجامعات استقطبت شباب كتير لأن مفيش حد يعني لأن كان في فجوة يا عمدة كبيرة جدا، كان في يعني جزء كبير فارغ
في النص، فطبعا اي حد يعني هيبقى عنده افكار مسممه هتبقى الشباب هم ماده قصبه ليه ان هو يزرع الافكار دي فيهم. هم فطنوا للفكره دي وكانوا سباقين باستقطاب عديد من الشباب، عشان برضو نبقى واضحين احنا علينا دور، الدوله عليها دور كبير، احنا كاسر علينا دور كبير جدا. نتمنى ان احنا نمكن شبابنا من انه يكون هم قاده المستقبل فعلا. تمام، شكرا ليك يا عمده وتحياتنا ليك، وطبعا تحياتنا للاستاذ ضياء كمان. طيب احنا انا عايز اسال سؤال استاذ وائل خاص باللي قاله من شويه سياده المستشار. تمام. في قصه التاهيل وتدريب الشباب، انا دلوقتي المفروض اعمل ايه الاول؟ يعني اسمع الاول الافكار وابتدي اوجه الافكار دي في مسارها، ولا ادرب الاول وبعدين اسمع الافكار؟ يعني ايه الافضل؟ ايه الافضل بالنسبه لان في ناس بيبقى فعلا عندها شباب عندها افكار مبهره، هم لسه حتى ما دخلوش التاهيل والتدريب. بس يبقى عنده فكره، بس الفكره زي يعني ايه لسه مش عارف يوظفها ازاي، يعملها ازاي، طب مين اللي هيساعدني فيها؟ اسمعه الاول ولا ادربه وبعدين اسمعه؟ تمام، هو ما ينفعش الاول نشتغل بآلية واحده. ممكن نجمع اكتر من آلية، لان قد يتناسب مع البعض طريقه وقد يتناسب مع الاخر طريقه اخرى. احنا بنقول طبعا تمكين الشباب سواء على المستوى السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي او العلمي او الثقافي، هو لازم يكون تمكين حقيقي. والتمكين الاهم ان انا اطوره وادربه واهله، وعشان ادربه واطوره واهله لازم انصت ليه جيدا وهو بيتدرب. يعني ما ينفعش اقول ايه هفصل، ان فعلا يبتدي يطرح اطروحات وبعدين بعد كده اخده ادربه، او بعد ما ادربه اخد منه اطروحات. هو مزيج، لازم يشتغل بآليتين مع بعض. يعني لان دايما هو الفكره في التمكين ايه الحقيقي، وان انا اخلي الشباب موجود، ان اخليهم يفكروا في خارج الاطار التقليدي، والحاجه الثانيه ان انا ما احطوش جوه صندوق. لازم هو بالفعل بيفكر تفكير عنده تفكير انا تفكير بقى عايز ابداعي وتفكير نقدي. ايوه ابتدي اشتغل على الجزئيه دي، التفكير الابداعي والتفكير النقدي، ان اديله مساحه. لو انا ابتدي اوجهه بس وادربه بس واديله كل حاجه، انا كده بلقنه وباخده في الاتجاه اللي انا عاوزه. انا مش عاوز كده، انا عاوز دي خبرات تراكميه لازم اديها له عشان برضو كده. عشان هو دايما يجي يقول لك ايه، انا ما حدش بيسمعني، هو عايزني اعمل. احنا هنشتغل بالتوازي. لازم اديله فرصه ان هو يعبر عن رايه وعن ارائه وعن طروحاته. تمام، ولو ما فيش جديد هو بيضيفه، معنى كده ان احنا مش هنتقدم. لازم ما هو الاراء الجديده هي اللي ممكن استثمرها بعد كده. طبعا لما بنقل الخبرات التراكميه اللي عند الناس اللي اكبر واللي موجودين وبياخدوا مثل هذه التجارب، فهو بيستفيد منها والمفروض يعمل اضافه ليها. أيوة. فانا بشتغل بالتوازي، لازم يبتدي يعبر عن رايه ويضيف، وده بعد يكون في جهات رصد، يعني في يكون في ادارات ووحدات للرصد. تدوين المقترحات وبعدين عرضها على لجنه مختصه ونشوف نفعل ازاي. هو كمان هو بيتدرب ممكن يطور من فكرته، يعني وانا عندي مقترح انا ممكن اطور. انا في 2009 عملت برنامج وسجلت في وزاره الثقافه اسمه البرنامج التاهيلي لممارسه الحياه النبيه والبرلمانيه. كان عايز يبقى عضو مجلس الشعب وعضو مجلس الشورى، كان في شورى بقى ومحليات، فلازم يبقى قاعد في المكان دوت يكون معلوماته وقدراته، لان هو بيمثلني كمواطن يكون بالزبط. افضل مني. ما يكونش اللي بيمثلني اقل مني معرفيا وادراكا للمجتمع. بالظبط، ويكون فاهم. انا بس أنا احنا بس عاوزين برضو الحته دي حته شائكه شويه، بس انا عاوز افصل فيها. يعني انا التدريب والتاهيل والتحصين بالمعلومات ده لازم يبقى في اتاحيه عامه، بمعنى متاح للجميع، واعمله ولابد ان كل الشباب يتلقى. لابد، ولكن انا بكلم على ان انا امكن شاب في موقع قيادي قبل ما امكنه من يعني مش اي شاب امكنه في الموقع القيادي، عشان بس ما نحكمش يعني عشان ما نفشلش التجربه. لازم اي شاب، ما هو عشان ما اظلمش التجربه. ما هو المشكله في ايه؟ انا بجيب شاب غير مؤهل غير مدرب وبدفعه في موقع قيادي، بيحصل ايه؟ بيفشل. فبالتالي بيبص المجتمع كله لتجربه الشباب على انها تجربه فاشله. لا، انا بقول في التدريب والتاهيل ده لابد ان كله يبقى متاح بالنسبه له، ولكن عشان امكن لازم اللي يبقى ممكن ده مؤهل ومدرب لهذا الموقع. ده اللي احنا نقصده. طيب يعني برضو هتكلم على الحياه الحزبيه شويه يا سياده المستشار. هل انا يعني احنا نفسنا يكون في احزاب فاعله، احزاب يعني حتى احنا اللي لاحظناه الفتره اللي فاتت الاحزاب عدد كبير جدا جدا جدا، اكثر من 100 109 106 106 ويمكن كمان ازيد. يعني مش عارفين اساميهم ومش عارفين حاجه عنهم وما نعرفش حاجه. انا عايزه يبقى عندي عدد قليل من الاحزاب، ولكن احزاب قويه تحمل اراء يعني متباينه. انا امتى
هشوف احزاب قويه في مصر بيقودها شباب تتواكب مع الحراك العالمي، نبقى عندنا حياه حزبيه قويه ومتواجده، علشان يعني ما هو ده برضو في اطار من ان احنا بنسمع اراء بعض. امتى هشوف ده يعني؟ لا موجود، لا موجود، وانا مش هقول لحضرتك تحيزا لحزب انا موجود فيه اللي هو حزب المستقبل الوطني، لا ده فعلا تم في الاونه الاخيره. احنا تلقفنا دعوه السيد الرئيس في احدى المؤتمرات الشبابيه الماضيه بدعوه للاندماج للكيانات وللاحزاب لتكوين احزاب قويه، يعني الحياه السياسيه عشان تقوى وتنشط لابد من كيانات قويه. للاسف الشديد ان تكوين الاحزاب وتاسيس الاحزاب متاح للجميع، ده فرصه ان احنا نعمل كل اسره تروح عامله لها حزب، وزي ما بيقولوا كده اصبحت دكاكين احزاب. ولكن احنا حصل في خلال الفتره الاخيره لم تتعدى الثلاث شهور، حصل اندماج ما بين حمله كانت ادارت الانتخابات اللي فاتت مع اخرين في الانتخابات الرئاسيه اللي هي حمله كلنا معاك، وكان حزب موجود قوامه الاساسي الشباب اللي هو حزب مستقبل الوطن. حصل اندماج مع انضمام قيادات سياسيه برضه متميزه من توجهات اخرى، لقوا في هذا الكيان اتفاق في الرؤى والاهداف، حصل الكيان القوي، اصبحنا دلوقتي كيان ككيان حزب مستقبل الوطن بيضم قامات قويه. يمكن حتى دايما انا كده بقول كل ما بطلق حزب مستقبل الوطن بحط تحتيه ثلاث جمل اساسيه: الحزب الاقوى، الحزب الاكثر انتشارا، الحزب الاكثر تاثيرا. خلاص عدينا حته الحزب الاقوى، هقول لحضرتك الاكثر انتشارا. انا الحمد لله دلوقتي كحزب، ويمكن ادعي ان انا الحزب الوحيد اللي عندي تنظيم حزبي داخل ال 27 محافظه، عندي تنظيم حزبي داخل 367 اسم ومركز، عندي تنظيم حزبي داخل ما يزيد عن 6200 وحده حزبيه موجودين في كل انحاء جمهوريه مصر العربيه. يبقى بالتالي اصبح حزب المستقبل الوطن هو الاكثر انتشار، بقى موجود في كل انحاء مصر. طيب ماشي، الانتشار ده انا عامله ليه؟ عامله عشان اكون اكثر تاثيرا مع الناس، اكثر قربا للناس. يمكن حضرتك لو تتبعنا خلال الفتره اللي فاتت، يمكن حزب المستقبل الوطن بدا ينحو منحى جديد على الحياه السياسيه في مصر. احنا دول هم دور الاحزاب، احزاب دورها سياسي وما شابه الانتخابات لا بدانا اطلقنا حمله اللي هي احنا معاك، ويمكن كلنا شاهدناها في خلال الفتره اللي فاتت. حمله احنا معاك دي بتقرب للمواطن، بتشوف مشاكله. من ضمن فعاليات احنا معاك مثلا تجهيز عرائس، احنا يمكن في كل يوم في محافظه بيحصل نوع من انواع 100 عريس وعروسه، قوافل طبيه في كل انحاء محافظات مصر، ترميم منازل، اقامه معارض للسلع الغذائيه والسلع المدرسيه. عمل مثلا في احدى المحافظات اكثر من عمليه 100 قلب، عمليه قلب مفتوح، عمل عمليه 100 زرع قرنيه. كل هذه الفعاليات موجوده في كل ترميم مدارس، مساعده غارمين وخلافه. يعني بقول لحضرتك ده نماذج موجوده في كل انحاء مصر. بقى يمكن المشكله الاخيره، ويمكن كله حتى بدا يتكلم فيها، مشكله مثلا ان في بعض السلع وبعض الخضر اسعارها كان مغالى فيه. تدخل الحزب بقى، وكان التدخل ده برضو عشان بقى ده الحته اللي انا بتكلم فيها اللي حضرتك بتتكلم فيها، ان يبقى اكثر تاثيرا. تدخلنا بان احنا عملنا نوع من انواع المساعده، عملنا معارض في كل، بس برضو نفس القصه، خلاف المساعده كان تاثيره في ان نزلنا بسعر البطل، بدا ان الموضوع يبقى متاح في السوق. اصبح البعض من التجار الجشعين اللي بيستغلوا هذه الازمه اضطروا غصب عنهم يعملوا ايه، ينزلوا من السعر. فيبقى ده دور. انا برضو عندي هيئه برلمانيه، وهيئه برلمانيه كبيره، من خلال الهيئه البرلمانيه بنقل مشاكل المواطنين بقى للحكومه، وبحاول احل جزء من المشاكل. وبالتالي انتقلت لخدمه المواطن، وانتقلت للمواطن، وهو ده المطلوب من الاحزاب السياسيه، ان انا اقرب للمواطن. يعني ان الاحزاب، انا ليه بس تعقيب بتقبله النقد البناء يا باشا؟ اتفضل. هو طبعا جهد مشكور جدا وعمل ايجابي ان انا اشارك المجتمع في حل ازماته، وده دور فاعل، ان احنا الحزب هو جزء من كيان المجتمع كمواطنين عايشين مع الناس يعني طبعا. بس هو في هنا تشابكيه شويه مع المجتمع المدني ومع المنظمات، الجمعيات الاهليه والمؤسسات الاجتماعيه. انا كنت عارف ان ده هيحصل، وحاصل ان النقد بيتم النقد خلال الفتره اللي فاتت، وبرضه كان اقدر لا ما انا هوضح ليه انا ايه. معلش انا قدري ان انا اصبحت الحزب الاقوى والحزب الاكثر انتشارا في جمهوريه مصر العربيه. تمام. فاصبح قدر عليا ان انا امارس هذا الدور. ليه؟ انا فعلا دور الاحزاب السياسيه مش دي دور جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الاهليه، ولكن انا دوري بقى كتنظيم حزبي، اقوى تنظيم حزبي موجود الان في مصر، واكثر تاثير واكثر انتشارا. دوري ان انا عندي داخل هذا التنظيم رجال اعمال،
عندهم الملاءه الماليه اللي انا اقدر بيهم اعمل مشاريع. يعني بتتعاونوا معاهم مش كل واحد بقى بيعمل دور منفصل. لا لا ده موجودين عندي. فهو دور ليه دور بقى في المشاركه المجتمعيه. انا برضو انا عاوز اقول حاجه. انا ما لم يكن في استقرار اجتماعي وامن اجتماعي في المجتمع انا همارس الدور السياسي ازاي؟ يعني انا فانت محتاج لو في خلل اجتماعي وما لم يكن ان غير القادر يحس بمساعده القادر ليه ده دور مشاركه اجتماعيه. انا الكلام ده وانا بعمله منين؟ انا اصلا ما عنديش تمويل من الدوله ولا عندي تمويل من الخارج. انا تمويلي كحزب ذاتي من داخل الكيان من داخل المنتمين للكيان. طب انا الكيان ده عندي رجال اعمال قادرين من دورهم الاجتماعي من دور مشاركتهم الاجتماعي بقوم بالدور ده. كويس. طيب انا هنا برضو هنتقل لنقطه تانية اخيرا استاذ وائل. نقطه برضو يعني هرجع تاني للمنتدى. انا كنت بس عايزه استغل وجود سياده المستشار واتكلم. السياسه هي حياتنا كلها. بالظبط. بس هرجع تاني لمنتدى شباب العالم. وعايزه دلوقتي اسال في قصه احنا امبارح لاحظنا حاجه مهمه جدا واحنا بنتكلم في توصيات المنتدى او الاصداء الخاصه بمنتدى شباب العالم. سرعه استجابه الحكومه. يعني احنا بنبتدي اهو نحضر من تاني يوم المنتدى اشتغل انتهى. فانا عايزه دلوقتي برضو اعلق على النقطة دي. احنا امبارح استاذ نادر سعد كان بيتكلم في ان احنا بنحضر اسوان عاصمة العاصمة الافريقية. جميل. واهتمامات شديدة جدا بالبنية التحتية واهتمامات بالشكل العام. احنا بنبتدي ايه بطلنا ثقافة ان احنا نشتغل على اخر لحظة وندربك نفسنا على اخر لحظة واحنا عندنا حدث وانا عارفة ان الحدث ده يحصل السنة الجاية فابتدي ان انا استنى لغايه اخر اسبوع وابتدي ايه اعمل بقى حاله الاستعداد او حاله الطوارئ. لا انا بشتغل من تاني يوم عشان اشتغل براحتي عشان اسمع عشان لو في حاجه جديده ابتدي ان انا الم بيها حدث حصل اضيفه حاجه مش عايزه اضيفها عايزه اشيلها كده. ده تعليق انا عايزه اعرف بس يعني تعقيب سيادتك ايه على الاداء الحكومي بقى محليا لاصداء منتدى الشباب العالم. انا عجبني الاداء الحكومي لحد كبير جدا في المنتدى نفسه. يعني كنا بنقتنص فرص كتير جدا للعقد بروتوكول التعاون وما شابه ذلك. تاني يوم على طول حصل اجتماع للجنه المنظمه عشان يرصدوا هيتم التنظيم ل 2019 ازاي. فده شيء جميل جدا لان انا برصد طبعا بالتاكيد اي عمل له ايجابياته وله سلبياته. فبيرصدوا السلبيات ويبتدوا يشوفوا الايجابيات ويشوف انا عندي رؤيه بعد سنه هبقى عاوز المنتدى يكون شكله ايه. عشان اشوف المنتدى شكله ايه لازم اشتغل على خطوات 1 2 3 4. كل اللي حصل من سلبيات لازم اتجاوزه وانحيه جانبا في المنتدى الجاي. وفي نفس الوقت ايه الاضافات الجديده اللي هتكون موجوده؟ ما ينفعش عمل الا ما يكون فيه زياده وارتقاء. تمام؟ فكل خطوه هتكون موجوده السنه الجايه هتكون انا عاوز اوصل ليها السنه الجايه لازم اتحرك فيها من دلوقتي. من دلوقتي يعني لما نقول هيكون اسوان هي عاصمه الشباب الافريقي فلازم من دلوقتي ابتدي اعمل بنيه تحتيه جيده لاسوان اللي اهملت لفترات طويله الحقيقه ومن اعظم المدن المصريه واجملها. يعني اهملت بلا مبرر. حاجه يعني جمال رباني انا اهملته. بالظبط. فانا دلوقتي لازم يعيد هيكله البنيه التحتيه وكمان يبتدي يشتغل على نقاط القوه وهيبقى المنتدى فيه فعاليات وهيبقى فيه ورش عمل وهيبقى فيه يبقى لازم فيه اماكن وفيه استضافات وفيه اوتيلات وفيه حاجات كتير جدا. يبقى انا كده بحقق خطة التنمية المستدامة في مصر. بالزبط. بشكل مبسط جدا. صحيح. لا لا انا هقول لحضرتك حاجة ان كان المفروض يوم الثلاث ده اللقاء الحفلة الختامي. وكان المفترض ان صباح الصبح الاربع اجتماع مجلس الوزراء. فطلب ده انا سمعتها في همسات بقى اثناء المنتدى. طلب بعض الوزراء ان يأجلوا اجتماع مجلس الوزراء. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى محمود اصر على الرغم ان يعني هم راجعين متاخر من شرم الشيخ اصر على عقد مجلس الوزراء ثاني يوم مباشره. والحته دي بالذات بقى بحته انا مش شفت مش حاجه جديده يعني على دكتور مصطفى محمود. لا لا بس يعني بيبين قد ايه لان على فكره الجديد في الموضوع المنتدى المره دي ايه؟ ان دي توصيات. لا ده اتقلبت لقرارات قرارات تنفيذيه بدات تنفيذها فعلا يعني وده انا شفته بعيني لان برضو اي حد اي محافظه دي برضو كان قمه الذكاء من السيد الرئيس انه بيطلق محافظه ثانيه تتلقى المنتدى وتستضيف المنتدى
ومحافظه في جنوب مصر، يعني احنا خدنا في شرم الشيخ في الجزء الشمالي من مصر، لا الجزء الجنوبي بقى اسوان، وهي الاقرب لافريقيا سيادتك كمان. انا اعتقد يعني لا ده انا شفت بقى كمان، انا احنا كنا قبلها باسبوعين في شرم الشيخ برضو كان عندنا منتدى لنواب حزب المصاب الوطن، شفت الفرق بين الاثنين. شرم الشيخ بقوتها، لا يعني احنا كنا موجودين في الفنادق، الميزه اللي انا شفتها وكانت بسطاني جدا، ماشي ال 5000 واحد اللي موجودين في المنتدى، لا نسبه الاشغال من غير المصريين كانوا جايين، كانوا جايين خارج المنتدى، يعني هم ما لهمش علاقه بالمنتدى، ولكن المنتدى عمل رواج للمدينه، عمل رواج وترويج سياحي غير عادي. فبالتالي احنا بنستغل هذه الحاله ان احنا هننقلها لمحافظه ثانيه ان شاء الله تعالى، يبقى كل سنه كده في محافظه ان شاء الله تعالى يحصل رواج ده في محافظه. اخر جزئيه خالص طبعا بالنسبه للتفعيل الحكومي، طبعا سياده الرئيس لما امر بان يكون في اعاده صياغه للقانون للجمعيات الاهليه على الفور، معالي دوله رئيس الوزراء اصدر قرار على طول بتشكيل لجنه للدراسه تاني يوم، يعني في نفس اليوم تقريبا. يعني احنا بنتكلم برضو على النقاط الإيجابية دي، وأرجو ان كل المسؤولين على كل مستويات يعني يتخذوا بقى يعني هذه الثقافة عنوان ليهم. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونورتونا في برنامج نهاية الأسبوع. أستاذ وائل مقلد المحامي بالنقضة الدستورية العليا والكاتب والخبير التنموي، شكرا لسيادتك نورتنا يا فندم. بشكر أيضا سيادة المستشار عصام هلال أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، شكرا يا فندم. طيب بالنسبة يا جماعة للفقرة الخاصة بالدكتور حسام فوزي استشاري جراحة القلب والقسطرة بالمعهد القومي للقلب، الدكتور حسام اعتذر نظرا لحالة وفاة، فطبعا بنعزيه البقاء لله دكتور حسام، وإن شاء الله هيكون معانا بإذن الله الأسبوع القادم. وبشكركم لحسن المتابعة، وبعد هذا الفاصل فقرتنا الأخيرة مشاهدينا وقوانين الأسرة، ابقوا معنا ونهاية الأسبوع.